صحيح أن الاتحاد الأوروبي قد ملأ خزاناته بنسبة 90% من الغاز. نعم. بالطبع هذا يكفيهم إلى حد ما حتى للأشهر القادمة خلال أشهر الشتاء، ولكن إذا كان الشتاء قاسيا هذا العام هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيستهلك بشكل إضافي 800 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. نعم. هذا يعني أنه عندما يأتي شهر آذار مارس القادم يكون الاحتياط الموجود لدى الاتحاد الأوروبي قد انخفض إلى 10% وليس إلى 30% كما كانت وقالت الطاقة الدولية. نعم. هذا يعني أنه يصعب على الاتحاد الأوروبي أن يملأ خزاناته بغياب الغاز الروسي للشتاء القادم والشتاء الذي بعده. هذا يعني كذلك أن الاتحاد الأوروبي سيعاني نقصا ضخما في الغاز وسيدفع أثمانا عالية جدا للحصول على جزء يسير لملء خزاناته. نعم، ويرفع من فاتورتها ويزيد من أعباء التضخم أكثر وأكثر، ومعاناة العام القادم، احتماليات الركود. نعم. تؤثر بشكل قوي على هذه الأزمة. لكن دكتور، نتحدث على الجانب الآخر وهو مرسوم بوتين بالرد على دول مجموعة السبع بوضع أو حظر المنتجات النفطية لمدة 5 أشهر الذين وضعوا سقفا سعريا للنفط الروسي. لماذا برأيك رد في هذا التوقيت بوتين وليس في وقت ما فرضوا السقف السعري يوم 5 ديسمبر برأيك؟ إعلان الرئيس بيوذن عن مرسومه الجديد بوقف الصادرات إلى الدول التي تتقيد بسقف السعر كان متوقعا وقد نفذ ما قاله. نعم. هذا مهم، ولكن هو ليس قلق جدا بالنسبة لأي خفض لصادرات روسيا من النفط، وأعطيك الجواب على ذلك. نعم. لأن سوق النفط العالمي قد رفض سقف السعر، والدليل على ذلك أنه عندما أعلن عن سقف السعر الغربي في 5 ديسمبر كانون أول الحالي كان سعر خام برنت 73 دولار، بالأمس قفز إلى ما فوق 85 دولار للبرميل واحد، وسيعود اليوم وبعد غد إلى القفز أكثر من ذلك. طيب دكتور، عفوا المقاطعة، تعقيبا على كلامك، هناك يعتبر روسيا توقعت بانخفاض لصادراتها ب 25% وأيضا عجز في العام القادم للناتج المحلي، وهناك محاولات أنها تصرف مبالغ حتى تسد هذا العجز. هل ترى أن هذه الأرقام التي يتوقعونها غير الواقع الحقيقي الذي تتحدث عنه مثل ما ذكرت في المخزونات؟ أعتبرها ادعاءات غربية وسأعطيك الجواب على ذلك. نعم. روسيا حتى لو صدرت 6 مليون برميل اليوم بسعر 85 دولار ستحصل على دخل أكبر من تصديرها لسبعة ملايين برميل بالسعر الذي كان سائدا في 5 ديسمبر وهو 73 دولار. نعم. هذه ناحية. الناحية الثانية، هل تعتقدين يا سيدتي أن الدول المنتجة للنفط في العالم وعلى رأسها منظمة أوبك بلس وروسيا التي تشكل أكثر من 40% من صادرات العالم من النفط تقبل أن تبيع نفطها بسعر 60 دولار عندما تعلم أن سعره في السوق 85 دولار أو 90 دولار؟ من لكن المستحيل. لكن دكتور، روسيا بالفعل تصدر لقارة آسيا والهند والصين بأسعار أقل من السوق السعري بالفعل. وأنت على حق 100%، ولكن روسيا تفعل ذلك إكراما منها لهذه الدول التي وقفت معها ورفضت العقوبات على روسيا ورفضت سقف السعر، فهي تعطيها خفضا معينا لتقول لها شكرا على موقفك مني، ولكنها لم تبيع نفطها كما قال الرئيس بيوتن بدولار أقل بستين أو بستين دولار، لم تسمح بذلك. نعم، يعتبر المرسوم دكتور الذي أصدره بيوتن.
نعم تعتبر الصين حتى الآن لا تدين روسيا وتقف بجانبها، وهذا رد من الجانب الروسي بأنها تعطيها النفط بأسعار منخفضة بشكل حاد. وسنتابع في الفترات القادمة من سيكون المنتصر في هذه الحرب الطاقة. أشكرك دكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي على هذه المعلومات.